حاجته. السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل الرجوع إلى أهله. فهذا من آداب الإسلام، أن لا يطيل الإنسان في السفر إن لم يكن ثم حاجة. الأدب الثاني، إن استطاع الإنسان أن يحدد توقيت السفر وموعده بنفسه فيحسن له أن يكون يوم الخميس. أخرج الإمام البخاري وغيره من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه السفر يوم الخميس. إذا كنت أنا أستطيع أن أتحكم بموعد سفري وكذا وكذا، فمن الأفضل أن أسافر. مثل هذا يا أيها الأحبة لا يسأل عن تعليله. قال: كيف يعني؟ كما لا نسأل لما كانت الصلاة 4 ركعات وركعتان وثلاث، لا نسأل عن هذا. وكذا مثل هذا، يعني واحد يقول لماذا يوم الخميس؟ هكذا ورد في السنة، وهذا أدب استحباب، يعني حسب التيسير لا حرج فيه أبدا. فإن استطاع الإنسان أن يخرج يوم الخميس فهو جيد الأدب. الأدب الثالث ما أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره في سفر قال، يعني هذا الأدب الآن دعاء السفر، قال: الله أكبر 3، أي يكبر 3 مرات، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الآن يعني أنا صعدت في السيارة وبدأ الآن يمشي، لحظة ما تمشي السيارة أو الحافلة الباص أو غير الطائرة أكبر 3، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذن تكبير، ثم هذه الآية، ثم يقول: نعم اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. الرابعة: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. الخامسة من الأدعية: اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. الدعاء عموما، قال يكبر 3 ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. نسيت واحدة: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. السادسة: اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، وعثاء يعني شدة، نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. قال الحديث طويل قليلا، لا بأس الإنسان إذا أراد السفر أن يكتبه، أو الآن قد يوجد على الجوالات فيقرأه، يعني إن لم يحفظ لا بأس بهذا، لكن عموما لا ينسى الآية ولا ينسى أن يكبر 3، هذه لا تحتاج إلى حفظ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. هذا في الذهاب. فإذا رجع قال: فإذا رجع قال، إذا وصل إلى حدود بلده فدخلها: تائبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. 4 كلمات:
آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فهذا دعاء الذهاب ودعاء الإياب. ويستحب أن لا يأتي، وهو آخر المستحبات التي أذكرها في آداب السفر، يستحب أن لا يدخل على أهله ليلا إلا للحاجة طبعا، بمعنى لو استطاع أن يدخل في النهار فهو أفضل، لأنه في الليل قد يكونون يعني غير منتبهين أو غير متحضرين. بالمقابل الآن في هذا الزمان صارت الجوالات، فإن بلغهم سأصل في الساعة الفلانية زالت هذه الكراهة، لا حرج إن أتى في أي وقت. ولكن على كل حال الأفضل له إن استطاع أن يصل نهارا، وللنهار راحة وطمأنينة عند الناس. فهذه مجموعة من آداب السفر. اللهم ارزقنا التخلق بآداب الإسلام، وارحمنا في سفر الدنيا وفي سفر الآخرة. الحمد لله رب العالمين.